شيء نحييه. لا حبيبي ان شاء الله. لا خلي يعني استعداد. عم ادور على حالنا ما لقيت حالنا قلت معناته ما لقيت خالص هودي كان كيف حطاني من الحد الثالث استعداد يا رب يا رب خود اول وحده من هنا ما لنا موظوفه مره ها بسم الله
تصور لي هون. يا ابو سادي والله اسلخ القتلي، والله اسلخ القتلي. ناول النهاد هات احمد خالصين. يلا مش هتطلع يا رب. على اليمين شوي احمد. بس 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 بس. جاهز؟ ثواني لك الثانوي. جاهز جاهز. احمد جاهز؟ يلا. لا تحرك. مش معطيين. شوي بسيطة بس تطرد عند حرم الشجرة. خلاص بس يلا لا تحرك ولا ملي. يلا بسم الله. الله أكبر. آخر طاط بس نضرب على الطريق مو شرط على الطريق. يلا بسم الله. يلا جاهز؟ بسم الله. بسم الله. Thank you.
أكبر والعزة لله. الله أكبر. هذه المجاهدين يقومون به. بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي بأحد الأخوة المجاهدين الذين يقومون باستهداف قوات النظام في حاجز الحاكورة. أهلا وسهلا فيك أخي. أهلا وسهلا. تعرفنا على حضرتك وعملك اللي عم تقوم فيه حاليا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم أبو أمجد رامي 37 في حركة أحرار الشام الإسلامي. نقوم الآن بالتمهيد على قرية الحاكورة الملأة بالشبيحة والنصيرية. وكما ترون الحمد لله الحاكورة الآن تحترق بإذن الله وبهمة المجاهدين والأبطال. والحمد لله على كل حال. كيف ترون الإصابات التي قمتم باستهدافها الآن الأهداف؟ والله ولله الحمد ولله الحمد والمنة. الإصابات كانت دقيقة أكثر من 95%، يعني تقريبا يعني كل 100 إصابة 100 هدف نخطئ 5 أهداف بإذن الله.